طيب لكن مرة أخرى هنا أستاذ ماجد علوش، هل هناك تواطؤ ألماني مع روسيا؟ لأنه قبل أيام هناك أحد الصحف كشفت عن إمداد ألمانيا وفرنسا للجيش الروسي ببعض الأسلحة، وحتى بالمدافع، بصواريخ، بكاميرات حرارية للدبابات وغير ذلك، أنظمة ملاحة للطائرات. قبول ألمانيا الآن، قبول ألمانيا بالتحديد الآن شراء الغاز الروسي بالروبل، هل هو تواطؤ ألماني؟ لا أعتقد أن هناك تواطؤ ألماني، أو أن ألمانيا تتصرف، خاصة مع يعني عدو تاريخي شرس جدا مثل روسيا. يعني الصراعات الروسية الأوروبية قديمة، والقرن 18 و19 شهد الكثير من الحروب الروسية الأوروبية والتوغل المتبادل. إذا لا أعتقد أن هذا يعني هذه هي الفكرة التي تبني عليها ألمانيا سياساتها. لكن أيضا الدول التي تقوم على الحسابات، وليس الدول التي تقوم على العنتريات والشعارات، وتغير في حساباتها تبعا للواقع دون أن تغير استراتيجياتها. ربما هذه طبعا تقارير صحفية أن ألمانيا زودت الجيش الروسي بتقنيات، لنفترض أن هذه التقارير صحفية. طيب ما المقابل الذي أخذته ألمانيا، أو ما المقابل الذي تجنبت ألمانيا دفعه لقاء هذه الصفقة؟ هذا يعني أرجع أقول إذا كانت هذه الصفقة صحيحة، ما البديل اليوم عند ألمانيا إذا قالت أننا لن نشتري النفط بالروبل؟ لا توجد بدائل. إذن الدول تتصرف ضمن حساباتها وضمن الواقع وضمن المتاحات. يعني الآن لا يوجد مساحات حركة واسعة بالنسبة لعموم أوروبا، ومثل ما قال ضيفك يعني مثلا بولندا أو بلغاريا أو لا تقاس بعماليق أوروبا، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وغيرها. إذن يعني الحسابات هنا تختلف، أما نحن يعني ليش هيش نستسهل الأمور ودائما نفسر هناك تواطؤ هناك، لا هناك تبدل في الحسابات. الآن أرجع أقول لك أكد مرة ثانية، هذه الحرب ستطول. اليوم لن يقبل بوتين التراجع مطلقا، وشروطه سينفذ أغلبها إن استطاع حتى يجلس على الأساس. ما يريده بوتين ليس المفاوضات على أوكرانيا، يعني واضح من كل السياسات الروسية قبل الهجوم وأثناءه ومن الهجوم إلى الآن، هو يريد أن يبتلع أوكرانيا وتصبح أوكرانيا وراء ظهرنا، ثم يبدأ المفاوضات مع أوروبا على ما بعد أوكرانيا. لم تنجح حتى الآن الخطة، لم تنجح، هل تنجح؟ لا ندري. السؤال يبقى كيف يعني على ما بعد أوكرانيا؟ على ما بعد أوكرانيا؟ على ما بعد أوكرانيا، إذن تعالوا لنجلس على طاولة المفاوضات ونتفق على طريقة كي لا تتكرر المأساة الأوكرانية في مكان آخر من أوروبا. هذا ما يسعى إليه هو بداية، هو لا يفاوض. كان هناك إمكانية للمفاوضات مع يعني شكرا أوكرانيا قبل الحرب، وتصريح لا يعني لافروف أكثر من مرة قال يبدو أن الأوروبيين أصبحوا أكثر واقعية، نريد التفاهم مع أوروبا لتحقيق ضمانات. يعني هو شكرا لك أستاذ ماجد علوش الكاتب والمحلل السياسي، شرفتنا في استديو التاسعة، أشكرك جزيلا الشكر أستاذ رضا.